اعتبر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد حفظه الله أن القيم المشتركة وتدعيم أسس الأمن والاستقرار هي من أهم الخواص الاستراتيجية لروابط الصداقة البحرينية البريطانية، والتي استطاعت أن تؤطر العلاقات بين البلدين الصديقين. وقال سموه: إن العلاقات التاريخية البحرينية البريطانية التي جمعت البلدين لمئتي عام تعد نموذجا حيا لإرادة قيادة البلدين والشعبين الصديقين من أجل التطور والمحبة والسلام، مشيرا لما يليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله من اهتمام مستمر بدعم العلاقات المتميزة مع المملكة المتحدة وتنمية التواصل البناء على مختلف الصعد. ونوه سموه بما حافظت عليه هذه العلاقات التاريخية من مزايا الاحترام المتبادل والتفاهم الذي عزز سير التعاون والتنسيق المثمر بما يسند المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وشعبيهما. ولدى حضور حفل الاستقبال على متن المدمرة البريطانية دينفر في ميناء سلمان ضمن إطار الاحتفالات بمرور 200 عام من العلاقات البحرينية البريطانية تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، أكد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد على ما يشكله الاحتفاء بالعلاقات البحرينية البريطانية على متن هذه السفينة العسكرية البريطانية من رمزية خاصة نظرا للموقع الذي يحوزه التعاون في المجالات العسكرية البحرية في إطار العلاقات الراسخة، مما هو مقبل على محطة جديدة بالغة الأهمية مع افتتاح مقر التسهيلات البحرية البريطانية خلال هذا العام. ولدى وصول سموه ميناء سلمان كان في الاستقبال قائد المدمرة دنفر وعدد من كبار ضباط السفينة، حيث قدم لسموه إيجازا عن المهام التي تقوم بها المدمرة البريطانية، كما طلع على التجهيزات المتقدمة التي زودت بها السفينة لتعزيز قدراتها على المناورة وتحقيق المهام المطلوبة منها. وخلال الحفل أعرب سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين سعادة السيد سايمون مارتن في كلمة ألقاها بهذه المناسبة عن الشكر والتقدير للرعاية الملكية لهذا الاحتفال الذي يحتفي بعراقة العلاقات بين البلدين ولقيادة المملكة على ما تبديه من حرص واهتمام بدعم الاستمرار في تطوير أفقها. ونوه السفير بنطاق العلاقات التاريخية معتبرا هذه الاحتفالية الممتدة لفترة عام من الفعاليات المتنوعة فرصة ممتازة للوقوف على المزايا التي تتسم بها والبناء عليها لبلوغ المزيد من الإمكانيات والمكتسبات المشتركة.